ملهاش ايجابيات من وجهه نظر حضرتك خالص يا استاذ رمزي؟ اكيد ليها ايجابيات. يعني انا الحاجه الوحيده الايجابيه انور السادات، الحاجه الوحيده اللي الثوره جابتها انا في رايي كحاجه كويسه. اصل عايز اقول لك حاجه، تقصد من وجهه نظر حضرتك ان من ايجابيات مش من وجهه نظري، انا بتكلم واقع. انور لما استلم الحكم السادات كان القناه مقفوله، قناة السويس مقفولة بمراكب مسدودة، السينا في ايد اليهود موجودين وبيستغلوها باللي فيها، الجيش المصري في اليمن مالناش دعوة بيه، والبلد مفلسة تفليسة ملهاش آخر ولا أول. أدل استلموا عارف يحلها ازاي؟ انا مش عارف يعني لغايه النهارده، دي انا في رايي معجزه المعجزات، يعني العبور والحرب واستعداد معجزه الأرض. المعجزات ان عارف يرجع سينا ويفتح قناه ويمشي الروس. الروس هو كان تنطق من غير ما يبقى في واحد روسي جنبك للدرجه دي؟ كانوا هم اللي متحكمين ياخدها، يعني الروس فتره من الفترات مش جبناهم. اه طبعا. طب ده حطهم عباهم في عربيات وعلى برق، ده شيء غريب. السادات ده هاي، فانا عايز احط شويه حقائق كده علشان للتاريخ ونشوف اذا كانت مشوهه يقولوا لنا. بعد الحرب بدجور نزارنا وطلبنا منه قائد دفاع جوي سوفيتي وقبل الصبح ولغى بعد الظهر، ادي حقيقه. في حرب الاستنزاف كل طلقة استخدمناها ما استعوضوهاش لغاية ما بعتولي في الكوبري الجو، وطبعا ما يقدروش يجيبولي كل اللي أنا عايزه، أدي حقيقة من الحقائق. في 71 لما أول زيارة ليا رحت لهم 1 و2 مارس وقلت لهم سلاح الردع، قاموا قالوا لي مستعدين نبعتولك بس يستخدم بأوامر من مصر. قمت قلت لهم آسف وألا أسمح على أرض مصر بقرار غير قراري وقرار الشعب المصري.